الأخير بنات، النهاردة عاوزة أتكلم معاكم عن منتج أول مرة أستخدمه، بس يعني استخدمته مرتين فقلت لازم أطلع أتكلم عليه معاكم عشان فعلا هو يستحق إن أنا أتكلم عليه وأنصحكم بيه. أنتوا عارفين طبعا أنا لما بقول لكم على حاجة بقول أنا نفسي مستخدماها. أنا طبعا أنا دراي سكين، بشرة جافة. الميك اب ريموفر ده فعلا هو بالاويل، بالزيت، فهو طبعا جميل بطريقه مش طبيعيه يا بنات، وبيرطب البشره قوي. ما انصحش طبعا اصحاب الاويل سكين يستخدموه خالص، البشره الدهنيه. ممكن البشره حساسه مفيش مشكله، هو في منه بالفيتامين سي، بس انا فضلت اشتري اللي هو بالاويل عشان اشوف، لان انا بتبقى بشرتي جافه قوي، فبكون محتاجه حاجه ترطب قبل يعني ما ابتدي احط الكريمات بتاعتي والحاجات دي يعني. فانا حبيت انصحكم بيه لان فعلا هو عجبني قوي قوي قوي، وملوش اي مثلا سايد افكت، او مثلا هو يحسس البشره او يسيب مثلا البشره فيها، لا بالعكس، حتى الاويل اللي فيه خفيف يعني، مش اللي هو التقيل يعني. استخدمت قبل كده البينك، كان حلو برضو البينك، ولكن ده عشان الزيت فنسبة الترطيب فيه اعلى واقوى بكتير، فانصحكم بيه. ويا ريت يا بنات اللي يعجبوا الفيديو من فضلكم تدعموني وتحطوا لي لايك جميلة كده منكم، لان احنا هنشارك مع بعض حاجات كتيرة، من ضمنها فيتامين، سكين كير، ميك اب، لسه حاجات كتيرة قوي هعرضها ان شاء الله باذن الله. فياريت تشجعوني وافيدكم ان شاء الله. ميرسي خالص، شكرا.